طيب شيخ، كما هو معلوم لديكم أن دخول الأشهر القمرية يثبت من طريقين، طريق رؤية الهلال وبإتمام الشهر 30 يوما. كما تعلمون تم تحديد بداية رمضان في بلدنا وقبل التحري، قبل ليلة تحري الهلال، يعني في نصف شهر شعبان. فما مدى الاعتماد على الحساب الفلكي وتحديد بداية شهر رمضان وبقية الأشهر؟ ألا يكون هذا أيضا مخالف للنص النبوي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. وهذا لا ينافي أن تعلن الجهات الرسمية دخول الشهر العربي أو موعد دخول الشهر العربي قبل موعد الاستطلاع، متى ما كانت الرؤية غير ممكنة، كانت مستحيلة حسب معطيات علم الفلك. نعم. فإن علم الفلك في هذا الزمان أثبت دقته، فإنه يحسب سير الهلال وإمكانية ظهوره في الأفق الغربي أو عدم إمكانية ظهوره، وكم يبقى ومدى ارتفاعه، وهكذا يحسب غير القمر كسير الشمس أو الظواهر الكونية الأخرى كالخسوف والكسوف والحالات النادرة والحالات التي لا تتكرر إلا على سنوات عديدة، ويحدد مواقيت الصلاة بدقة متناهية. وأصبح الناس مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم يأخذون بمعطيات علم الفلك الدقيقة ويبنون عليها أحكاما كثيرة. نعم. فمن غير المقبول شرعا وعقلا أن يتغاضى المسلمون عن معطيات علم الفلك ويقبلوا ادعاءات رؤية الهلال في وقت يحسم فيه الفلك الأمر بأن الرؤية مستحيلة. نعم. فعندما تكون معطيات الفلك الدقيقة، أقول الدقيقة، تثبت أن الهلال يغيب قبل الشمس أو مع الشمس أو بعدها بدقائق لا تمكن معها الرؤية، لا ليس هنالك أي مجال للرؤية لا البصرية ولا عبر الوسائل الأخرى المساعدة. نعم. فهنا يعني تأخير إعلان دخول الشهر ما هو إلا تحصيل حاصل. وبعض الناس يقول تراء الهلال سنة. نعم، تراء الهلال سنة متى ما كانت هنالك إمكانية للرؤية. إذا وجدت إمكانية لرؤية هلال ولو بنسبة ضعيفة جدا، فنعم السنة دالة على تراء الهلال. جميل. فلا يعطل ذلك. لكن متى ما كانت الرؤية مستحيلة، وأنه لو خرج الناس كلهم لا يمكن أن يروا هلالا، فلا سنة. نعم. لا يسلم بوجود سنة في ذلك. نعم. يعني الأمر بتحري الهلال هو أمر معلل وليس بأمر تعبدي، أمر له غاية وغايته رؤية الهلال. جميل. يعني وسيلة. فمتى لم توجد هذه الغاية فالوسيلة لا تشرع، يعني الوسيلة لا تشرع إلا لتحقيق الغاية. جميل. فمتى ما انعدمت الغاية فالوسيلة لا تقصد لذاتها. جميل. مثل ما قالوا مثلا، نعم، تحريك اللسان في الصلاة هو وسيلة لأجل القراءة. نعم. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقرأ به علة تمنعه من القراءة، هل يشرع له أن يحرك لسانه في الصلاة؟ لا. قالوا لا، هذا ما نص عليه الفقهاء، قالوا لا يشرع تحريك اللسان، لأن هذا التحريك ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود ليتوصل به إلى القراءة. فمتى ما تعذلت الغاية لم يخاطب أو لم يطالب الإنسان بالوسيلة. جميل. فكذلك تحري الهلال إنما هو وسيلة لرؤية الهلال. فمتى ما كانت رؤية الهلال مستحيلة بحسب معطيات علم الفلك الدقيقة لا يشرع الترائي، ولا مانع من التبكير في إعلان دخول الشهر ولو قبل فترة، لأن في النهاية لن يكون إلا هذا، يعني حتى لو أخرنا إلى تلك الليلة سنعلن بأن الرؤية غير ممكنة وغدا هو المكمل. فما هي المسألة إلا قضية تعجيل الإعلام بالخبر أو تأخير، وهذا لا إشكال فيه.
والله تعالى أعلم. يعني شيخ والاتجاه معنا في البلد أنهم يأخذون علم الحساب الفلكي في النفي لا في الإثبات. نعم يعني المعمول به معنا في سلطنة عمان أنه يؤخذ بمعطيات علم الفلك في النفي. نعم. فإذا نفت التقريرات الفلكية الدقيقة من المختصين الخبراء إمكانية الرؤية فلا تقبل الشهادات، لأن هذه الشهادات شهادات تصادم علما يقينيا أو تصادم ما هو أقوى منها فتدخلها شبه. قد يكون بعض الشهود وقع في الوهم أو في الخطأ أو رأى شيئا آخر غير الهلال أو نحو ذلك مما قد يتوهم معه الإنسان أنه رأى هلالا، وقد يكون بعض الناس يتعمد الكذب، هذا أمر راجع للإنسان بينه وبين ربه. لكن هذه الشهادات هي ظنية، وعلم الفلك الدقيق هو قطعي فيقدم عليها. أما إذا قرر علم الفلك إمكانية الرؤية فلا يكتفى بهذه الإمكانية بل لابد من الرؤية، وبذلك نجمع بين معطيات العلم وبين الأخذ بالنص وعدم إلغاء النص الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل بارك.